السلام عليكم ورحمة الله. حبيت أعمل لكم فيديو بخصوص الفرق بين فئات السيارة السكودا الكودياك، بناء على طلب ناس كتير قوي. العربية نازلة بست فئات، أول فئة اسمها أكتيف، ودي نازلة بسعر 555,000. تاني فئة اسمها دايناميك، ودي نازلة بسعر 595,000. الفئة التالتة اسمها امبيشن، ودي نازلة بسعر 675,000. الفئة الرابعة اسمها ستايل، ودي نازلة ب715,000. الفئة الخامسة ودي نازلة اسمها سبورت لاين، ودي بسعر 755,000. الفئة السادسة نازلة اسمها تي اس اي اي دبليو دي، دي بتكون دفع رباعي موتور 2000 سي سي، دي نازلة ب860,000. طبعا الأسعار دي كلها أسعار السيارة بالوكيل. شكرا ليكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.